الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجمالا. هذا يميونه عبارة عن عبارة أسفار جو عن وايد ما شاء الله، بس خلوا آخر رحلتكم ميونه للمشتريات والشوبين وتخلصون. سلطانه باق ويبقى ملكه. الحمد لله والشكر وصلنا فرنسا. كل ذي سلطان في كل الحمد لله والشكر وصلنا دوزلدورف. كان الجو ممتع والرايد حلو الحمد لله. التنزيل خير بياني قد عم أرجاء القضاء. الحمد لله والشكر وصلنا منطقة بيرت والحمد لله سبحنا وهذا هذا بلغنا وريحنا والحين الوجهة إلى أن تقرأ. الحمد لله والشكر وصلنا المنطقة. شو اسمها المنطقة أخوي منصور؟ ديكار قمل. جايين هنا عند الريال الحين بعرفكم عليه خصيصا جايين المنطقة. يا مرحبا بكم، الحين نقول وجهة إلى يوروب بارك إن شاء الله. 76 كيلو الخارطة تقول ريح تجري والسحاب. صبحكم الله بالخير والنور والسرور. اليوم حواطة في زلمسي وفي كهف جليدي بنسير له إن شاء الله، وبعدين بيصير مكان شلالات وانهار والتيسير عند رب العالمين يا رب. ادعونا. أملت بلا رجل ولا بهتان والكل جند للإله أماتا جندا يقض مضاجع الطغيان. وإذا ما شاء الله بادن بادن طلعت وايد حلوة، تغدينا فيها وتمشينا فيها والحين رايحين منطقة ولا ناس اسمها فيها بحيرة حلوة. تابعوا يا آخر الأزمان والأرض غير الأرض هذا يومها. الحمد لله والشكر ربطنا الدراجات وخلصنا وهذا نحن في المينا وهذا الحبيب. وتفجرت فيها البحار.